وأهلا بكم بمقدار فرحتنا بقدومكم إلينا ضيوفنا الأعزاء. وأهلا وسهلا ضيوفنا، فلقد حللتم أهلا ووطئتم سهلا في كرنفال الفرح هذا. فنرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، طالبين لكم التمتع باحتفالنا هذا الجميل بإجراء القرعة على أوراق الإجابات الصحيحة في مسابقة اللغة السريانية السابعة، وهي مسابقة خاصة بطلاب وطالبات المرحلة الثانوية والإعدادية والمتوسطة، وتم استلام الإجابات وتصحيحها حيث بلغ عدد الإجابات الصحيحة 903، وكانت لدينا مشاركات من أغلبية مدارس بخديدة وكرمليس وبرطلة وبإرشاد الأب بطرس شيتو، حيث قام بإعداد المسابقة الشماس عصام ميخا ياكو، وتألفت لجنة المسابقة من كل من الشماس نويل بولس والشماس مؤيد كرومي والشماس صلاح سركيس والسيد أدور حازم والسيد جميل صلاح الدين والسيدة سناء يوحانا والسيدة فادية أبلحت والآنسة كاترين عصام والمهندس نور عصام. كما نقدم خالص شكرنا وتقديرنا إلى من تبرع من أبناء بغداد وهو مقيم خارج القطر، حيث تبرع بجميع مصاريف المسابقة ومنها 12 جائزة للطلاب الفائزين بالقرعة وثلاثة دروع للمدارس الثلاثة الأول، والشكر للرب دائما. تودي المريو آمينوي. نبدأ احتفالنا هذا مع النشيد الوطني أثروديل باللغة السريانية. باللغة السريانية. أبوش مايو عبرة هبلان لحمو سنقونان بيومون وشبوق لان حوبين وحطوهين أي كانوا دوف حنان شبقن الحيو بيه وتعلان نسيون مي طول ديلوخي ملكوثو حيلو تشبحتو عمين أن سلومو الخلخون
إيوانجيليون قديشون موراني شو عمشيحوم زبر سمحيونيتو من لقم سبرون ودم سبر حي وفرقون العلمون زبنو خيل دم ضبرون وثيح دموران والوهان فرق ديلان يشو مشيحو من ثوت حي ألوهو دذباسر من بثلتو قادشتو مريم هو لندين هو خانو هواي ويوا نشواف حد إيشوع كزول هي كتأتا الأورسلم بإيذا التصحى إيقها دمطيلة إيشوع العمر لتريستر سنم سقهن الأورسلم مخعادتهن بإيذا ومباطر ما دي خلصهن يماثد إيذا وبديهن قداري طفلة يسوع تسلب أورسلم ونشوافح ليذئهن قريني وبدم دي بسلة مناسي دي وزيل الأورسلم مباطر الخاشة ديوما جرهن إلح هيك النشوافة وتخوروافة ولكن خازيلن وضرهن الأورسلم وانهك جيلي اللح كم خازيلة باطر طلافي وماثا بهيكلا تيوا بينث مولبان شريعة كشام ليهن كم باقرهن وكليهن شمائح كم حيريوا فهم ديدح وأجوبتح ويقها دكم خازيل نشوافح معجبهن وأمرال إمح يا أبري قيود لخ بقاون هادخ بابخ وأنا معذب لن حيلي واخني جيلخ اللخ كم جاوبهن قي جيليتون اللي لكي ذيتون جيل واجب تاوينا بيث بابي أنهم بدم لفهمهن معنى تنايح ودير يسوع منهن الناصرة وقطايع ولهن وإمح حفظ لآذا كولي بلبح ويسوع قراويوة قومتا وبحكمة وبنعمة إيكد ألاها والناس وشينو الخلخون. نبقى الآن مع طلبات حرة، بعد كل طلبة نجيب استجب يا رب وارحم. والأمراض المستعصية أن تكونوا عونا لهم من كانت روح آمنة تضمن لهم حياة إنسانية كريمة من كانت روح. من أجل كل الذين يقتلون لأنهم مسيحيون كي تكون تضحيتهم سبباً لثبات المؤمنين وصحوة للذين ينتهكون حقوق غيرهم التي سقيت بدماء الشهادة من أجل الإيمان منك نطلب. المسابقة الشماس عصام ميخا ياك فليتفضل. شمابو وبرو وروحو قاديشو حاضلوه شريرو آمين بريخ رمشخون آحاي وحابي باي
يولفونو نهراو وسخلوثو حيشو خوي أروهو هب يولفونو الأينو دروحم يولفونو والرابو المالث شابير نهوي رابو ملكوثو أينو دروحم يولفونو نهوي كاشير بخول عيدون وينو دروحم بطلونو لمصد نهوي كاشيرو. أعزائنا الحضور الكرام، في الوقت الذي نرى التحديات التي تواجه العالم سواء كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو صحية، لازلنا نحن النشطاء في تعزيز اللغة السريانية، نحاول الترويج لهذه اللغة العريقة لما لها من أهمية على مستوى العراق وعلى مستوى بيث نهرين. لقد واجهنا تحديات وصعاب في وجودنا من الاستهداف والتخويف والتهجير، إلا أن هويتنا لا زالت موجودة وحية في هذه البلاد التي تعرضت إلى العديد من الحروب. ومن أجل هذا نحن نجتمع اليوم لضرورة التأكيد على هويتنا الأصيلة والتي تعبر عن ثقافتنا، فاجتمعنا في هذا المساء وفي هذا الدار المبارك لنؤكد للعالم بأن لغتنا السريانية هي لغة حية رغم ما أصابها من الإهمال والغبن، وأيضاً النكبات والمآسي التي انهالت عليها عبر العصور، حيث نحتفل اليوم بإجراء قرعة مسابقة اللغة السريانية السابعة التي أقيمت لطلاب المرحلة الثانوية والإعدادية والمتوسطة بإرشاد الأب بطرس شيتو، حيث بلغ عدد المشاركين من أصحاب الحلول الصحيحة 903 مشاركاً من جميع مدارس بغداد وكرمليس وبرطلة. إنه بحق كرنفال سرياني بغدادي، وكانت جميع الإجابات صحيحة. تصفيق. جميع الإجابات صحيحة، لكنكم ملاحظة مع وجود بعض الأوراق ذات الإجابات الصحيحة ولكن من دون ذكر اسم الطالب أو الطالبة، تم إهمالها مع أوراق إجابات المرحلة الابتدائية. ومن هنا نقول إن ثقافتنا السريانية التي نقشت في الصخر لن تموت، وكلنا فخر واعتزاز باللغة التي تكلم بها سيدنا يسوع المسيح. لذا يسعدني في هذا الحفل البهي أن أهنئ الأب بطرس شيتو مرشد المسابقة، وأهنئ نفسي وزملائي في لجنة المسابقة لما حققته من نجاح باهر لهذا الكم الهائل من الطلبة المشاركين. وفي الختام أقدم وافر شكري وتقديري إلى كل من ساهم بدعم وإنجاح هذه المسابقة، أخص بالذكر سيادة المطران ماريوحنا بطرس موشي صاحب الفكرة بإقامة مسابقة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية والإعدادية والمتوسطة، ومرشد الدورة الأب بطرس شيتو الذي واكبنا طيلة فترة المسابقة وأثرانا بملاحظاته القيمة، وإلى السيد عماد سالم ججو المدير العام للدراسة السريانية في وزارة التربية الاتحادية لدعمه المتواصل لإقامة هذا النشاط، كما ومنح كتاب شكر وتقدير لجميع أعضاء لجنة المسابقة. والشكر مقدم إلى شخص محسن من أبناء بغداد مقيم خارج العراق لتبرعه بجميع مصاريف المسابقة، كما أشكر إدارة دار ماربولس للخدمات الكنسية في بغداد متمثلة بالأب بشار قذية مدير ومرشد دار ماربولس للخدمات الكنسية، وإلى جميع العاملين في الدار، وأشكركم جميعاً حضورنا الكرام
وأشكر كل من لبى دعوتنا وشاركنا في كرنفالنا هذا، والشكر مقدم إلى القنوات الفضائية والمصورين جميعهم وكل من ساهم في إحياء احتفالنا هذا. أطلب من الرب القدير أن يحفظ بلدنا العراق الحبيب وبلدات سهل نينوى وبلدتنا العزيزة بغداد، والشكر لربي دائماً وتودي المريو آمين يؤيف وتودي الخون وبوشون بشلومه. نبقى الآن مع كلمة للأستاذ عماد سالم ججو المدير العام للدراسة السريانية في وزارة التربية، والذي اعتذر عن الحضور، فينوب عنه الأستاذ الشماس نوئيل بول الجميل، فليتفضل. هذه التي تعتبر أكبر تظاهرة في مجال اللغة، كما نثمن تنشيط هذه اللغة بين أبناء شعبنا. بوركت. لأسئلة المسابقة بالباور حروف اللغة السريانية أثواثا بشان السريانية. السؤال الثاني، عندنا حركات اللغة السريانية في الخط الغربي هي 5 حركات، وفي الخط الشرقي 7 حركات، وحروف التخشية والتركيه هي 6، وحروف العلة هي 3، والحروف الحلقية هي 5. أما حركات الخط الغربي هي 5، واللي حلا بالشرقي 7 صحيحة. ناشي نساء ملكو ملك قرنو ولدو دجاجة. سؤالي أعمى الشرجمة إلى اللغة السريانية، قاتل يلوخو ساعون سعورو سيارة رادويدو رجل قبرو ومهندس معورو أو أرجخلو. جماعة كاتبين أرجخلو، همصح همصح أرجخلو. سؤال 12، شوحتو رمو ومرومي وعال أرعو شلومو وسبرو طوبو لبنينو شو تسبيحة الملايين المجد الله في العنى وعلى الأرض السلام ورجاء الصالح لبيت المشعر. سؤال 13، تحيتين بريخ رمشو مساء الخير وبوش بشلومو ابقى بسلام. سؤال 14، وبينون لم رحموني دع ليهون نهون رحمه، دع ليهون نهون رحمه التي ينتظرها الجميع، وهي إجراء القرعة على أوراق الإجابات الصحيحة، والتي يتم من خلالها توزيع الجوائز على الفائزين بالقرعة من الطلاب والطالبات، وكذلك تسليم الدروع للمدارس الثلاثة الأول في المسابقة. Yeah, exactly.
مريم عبد الباري يقين، علاقين سبحان
التعليم المهنية للبنات. من كانت مريم عبد الباري أمين؟ مريم من المدارس الحالية؟ طالبة تذبح طالب في المدارس الحالية للبنات، طالبة طالبة جاهزة تمشي لولا ضياء كامل.
العشر. روتا تش أوسري بيرخد كانون دتري بشات تري البوغ دوسري اسوالا آخا بقاعة المثلث رحمات مار عمانوئيل بني مسابقة دلغة سريانية ديشانة سريايا تشوة ودياوة خاصة بطلاب وطالبات مدارس ثانوية وإعدادية والمتوسطة. عدد المشاركين ديو بعد المسابقة هو تقريبا 93 من طالب ومن طالبة، وأكيد عدد أهو حيل رابع وعدد حيل مشجع جدا. الغاية من هذه المسابقة هي مراجعة مناهج اللغة السريانية إثبالا إسري أسئلة عن نشانة سريايا من الحروف ومن الحركات ومن المقاطع ومن الصلوات الطقسية، وإثوان كذلك جراماطيق تورس مملو، وإثوان ترجمة من السرياني إلى العربي ومن العربي إلى السرياني. فشكر كل من دعم لهذه مسابقة بداية بعد أخلا سيادة مطران مار يوحنا بطرس موشي أهودية وصاحب هذه الفكرة، وشكر إدارة دار مار بولس للخدمات الكنسية دكم هيالا هذه قاعة
ومرشد الدار دي لأبونا بشار قذية وكلهن عاملين لكن شغلي آخر. وشكر خاص دخم ناشد بغداد دي حاليا سكينة خارج بغداد خارج العراق نمبرع لي بكلهن مصاريف داد مسابقة كما يبن مستنسخ البنسخ ومزعخ المدارس ومبرع لي بالرئيس الهدايا ثمينة دا آني طلاب دكسبة وطلع ثدروع دا مدارس طلاب قماي دكسبة. وشكر أيضا دا أبونا بطرشيتو ديواءه مرشد دا المسابقة. وكذلك شكر مقدم دا لجنة مسابقة ياوكم كونا من شو أتمنية من أساتذة والمهتمين بلشانة سوريايا. وشكرا القناة عشتار لكم ما يقدم مقدم وطيلة هذا احتفال احتفاديدا ومخلي بالبداية أهوى كرنفال لأنه عدد حاضرين حيل وقاوح وتودي الموريو آمينو إيث. والشكر لربي دائما عصام ميخا باهي معد مسابقة اللغة السريانية في خورانة بغداد.